السلام عليكم، معكم رادي فايف بتوح. اليوم طبعا مثل ما تشوفون انا مت في الحلقة السابقة، لان اضطريت ان ارجع من مسافة. لحظة، شنو هاي؟ اوكي، انا ما وصلت حق السيف هاوس، فاضطريت اني اموت. اكو لاعب هني، طبعا هذا هو لاعبي. شكرا لك. واني مت اضطريت اني ارجع من بداية، عرفتوا؟ يعني لما جت سيف هاوس طلعنا في ثلاث اماكن جداد، مو ثلاث اماكن جداد، يعني ثلاث اماكن القبليين، بس لازم البطل لازم اخذ اللتر هذا، الكود حق الكتب، عشان اوديه حق الدكتور يكتشف انه في علاج حق هذا الوباء. ف يوم مت انا في اللعبة رجعت من بداية، فحاولت اني قد ما اقدر اني اوصل حق المنطقة هذه بالشورت كات بطريق مختصر، فضيعت. فعندكم تحت في لما بطل الخريطه تحت القصر البوكينهام بالاس، على اليمين هو السوبر ماركت نشار ما اشتفته، واي صار هو اللي في المكتبه كنا ولا مسرح شيء. فانا بحاول اني اوصل هنا، فاضطريت اني ادخل السبوي وانزل تحت واروح البحيره اللي ساعدني فيه ذيك المره عند السنايبر. طبعا في زومبي هناك ترى، مرت عليهم بسرعة 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 بدون ما يشدوني، ف الحمد لله وصلت لي خطر راضي. اوف صراحة هذا كابوس، شبه كابوس. قاعد اقول وين الدم؟ يكون خلص الدم ولا اختفى؟ صحته من يوم رايح راح اطبع له انواع الزومبي، لان انواع الزومبي في انواع، في اللي قط قط بلغم كنا ما يحتفل ما ايش، وفي عندكم اللي يحترق اللي على شكل ضوء اللي يطيح منه اغراض عجيبه نادره، وفي من النوع اللي يمشي المدرع على على شكل لبس القوات المكافحه ولا القوات السريه مداخله مداهمه اللي هو، وفي من النوع اللي لابس السلندر غاز اللي يطلع منه ليك لما تضربه ينفجر وتنفجر انت وياه، وفي بعد انواع ايضا مولوتوف فلير. هاي عندنا فلير، هاي في مولوتوف هنا. مولوتوف كوكتيل، مولوتوف فلير. خلينا نجهز الاغراض هني قبل ندخل داخل هناك، وان شاء الله ما اموت لان فاضي قدرت اعيد من البدايه. عندنا فلير مولوتوف، خلينا نسوي ريلود حق الاسلحه اللي عندي. المسدس الشوط، اوكي مسدس باقي مسدس، نسوي ريلود. تاور اوف لندن. هاي بلا سي 4. اوكي خلينا نرجع. Find the secret passage. Yeah.
لا عندك هذا النوع. تعال 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 تعال، ما بخليك دخل انا. مولوتوف. اوكي اوكي اوكي، عندنا مولوتوف صحيح، بلا بلا عندنا مولوتوف ترى يسوي شغل يعني، بس قطه يعني يحترقون شيء طبيعي صح؟ لكن بعد يونك. Did you know Charles II clipped the Tower Raven's wings after the Great Plague? It's the closest he came to admitting he believes the Black Prophecy. Well, that and forming our little organization, just in case. كان بيرجع السيف او سفيني مكان اختصارها عشان نرجع فيه ولا؟ اوكي حلو. لا حيطلع فوي رجاء، لا حيطلع فوي كلش، ما لي خلق. اوه شكرا. شكرا. اوكي خلينا ننزل تحت ونقط الاغراض. سيف هاوس. اوف صراحة صعب انك تدور سيف هاوس الحين. This is the last great plague. The ravens are restless. The signs are here and the blight is upon us. Just like the Magus D foretold. But never mind that for now. ايه ما ادري قطع يعني ولا لازم اكون معاه يعني، ما ابي انا خلاص يعني. ايش عندنا هني؟ نقول مسدس ولا الكروس بو. انا صراحة من قوي الكروس بو اللي هو القوس هذا، لان عجبني صراحة. خل سبريد قوي شوطه. اوكي شي خلصنا الابريد ابجريد. اوكي خمسة سيف صح. يس شوفوا فمكاني الحين هني، فهني في نفس الكود والكود نفس اللتر هاي. انا من هي السيف او صار اي بلا بلا بلا. اوكي هاي خط الدائري الاخضر معناته ان الموالي على الاسكن. يلا London Bridge is falling down, falling down, falling down. Lock door. صراحة ظلمة ما يبين شيء. بلادي تاور، تاور اوف لندن. لوك دور يعني طريقنا تحت. هلي
اوكي لو انا بيطلع فوق يصير اطلع فوق، ما يصير اطلع، لا ما طبعا ما يصير يعني، هاي روحه بلا رده. اوهو خراني الظل صراحه، حلو الحركه لكن صدق خراني البدايه. اوكي انا قبل اروح هناك حق الظل خلنا نشيك شوي، خلنا نشوف الترتيب. هاي يمين هاي يسار. اوكي بطاقتين هو المولوتوف. اوكي بس يعني يمين يسار حياة، بطاقتين يمين هو المولوتوف. شو عندنا هاي عندنا طرف الشوزن. شكرا لك. اتخرعني انت بعد يا هي هي هو هاي هي هاي هو. فوق 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 زين، ماتوا بنجاح. اوكي خلينا نرجع شوي. صبر شوي صبر صبر صبر، انا ما بيروح هنا. اوكي هنا ما في شيء. ياس خذهم طبعا، ما في شيء طبعا. اوكي خلينا نرجع. اوكي حنروح يمين ولا نروح يسار؟ اليمين ودينا على المهمة، ويسار ودينا البطل باب السري. وش هني؟ وش هني؟ وش هني؟ يا الله انا اكره الاماكن هالشكل. خلنا نروح يمين اول شيء. يولو وش فيني؟ كلايم اون يعني طريق يسار. اها ما فتشت معنا عشان ده هذي. يس تعال يعني الفلي راح يكون يسار. يب هدو. اوكي شو عندنا هني؟ ماكو شيء، هني ماكو شيء. ورا فوق وكذا طلعنا برا. We lost so much knowledge when Dee's library at Mortlake was pillaged. We've collected what remains, but none of us has Dee's mind to make sense of it all. That's Dee's septagram. It symbolizes the unity of the four elements with alchemy, magic, and science. To us, it opens a path to secret knowledge. It will work like a black light now. Look for the signs. Nice work. Okay, ما محتاج لك هاي الحين. Don't bother with your map. Officially, this place doesn't even exist. Just use the black light to find your way through. Aha, طريق تحت يعني. في عندنا زومبي تحت. بس شو رحت تحت هالسؤال؟ فهمني. اوكي ننزل تحت 1 2 3 يلا. Look for the signs. They'll lead you to our bunker. انا ادري راح يوديني عندكم يعني، بس لازم احط بالي وانا رايح هناك.